الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. طيب هنعلم ولادنا إيه؟ اللي يضربك تضربه واللي يديك ألم ترده له ألمين، ولا الطيب أحسن، ولا نعلمهم إن الطيب أحسن، ولا نعلمهم إنه العفو عند المقدرة وسامحه؟ الواد يتهز ابني كده قدام الناس ويضرب بالأقلام ومش عارفة إيه واسكت اسكت، يضربونا ونسكت لهم، ولا ياخد حقه؟ طيب انا كأم ادخل انا ولا اسيب ابني منه للعيل ويبقى موضوع لعب عياله بيضربوا بعض؟ طب الاهل لما بيدخلوا بقى ويعملوا عقلهم بعقل العيال الصغيرة ويمسكوا العيال ده صح يصح ولا ما يصحش؟ خلونا نسأل كده ونشوف نربي الولاد على ايه. مروه الصعيدي اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دعاء. بصي، لو احنا بنتكلم في انه العيال بيلعبوا مع بعض وضربوا بعض ورجعوا اتصالحوا، ما نتدخلش. العيال بيلعبوا وبيتخانقوا وبيرجعوا يتصالحوا. انما فكره ان انا ادخل كأم او كأب اتعامل مع الطفل اللي ضرب ابني، ده اكبر غلط. ده اكبر غلط طبعا. ليه بقى؟ لان انت كبير كده وطويل وعريض وجاي تستقوي على طفل، ماسك طفل بتهدده. طيب امتى انا اتدخل؟ لو لقيت ابو الطفل التاني اتدخل، يبقى كبير قدام كبير، مش كبير قدام طفل. ايوه، ما ينفعش اطلاقا. ولازم لما الاب بتاع الطفل التاني يتدخل، لازم انا اتدخل بنفسي، عشان انا الجيش الوحيد اللي بيدافع عن ابني او بنتي في سن الطفوله. بس ادافع عنه، مش ادافع عنه قدام طفل صغير. لا، مش قدام طفل صغير. دلوقتي احنا لا قدر الله ولادنا اتخانقوا، فاتخانقوا مع، فلقيت مثلا دعاء جايه بتتكلم مع بنتي، فلا، لازم انا اللي اتكلم مع دعاء. خلاص، احنا ما دام في كبير اتدخل، يبقى كبير قصاد كبير، مش كبير قصاد طفل يا جماعه. ما ينفعش. طيب الحقيقه انه الموضوع بيعمل مشاكل رهيبه حتى بين الاخوات وبعض، يعني يبقوا اختين ولادهم بيتخانقوا، ممكن يوصلوا لدرجه القطيعه او ان هم يردوا على بعض ويتراشقوا بالكلام وكده، لانه ابني ضرب ابنك او ابنك ضرب ابني او كذا. احنا بقى الموضوع يعني طبعا ممكن الضرب، يعني في مثلا ام قالت لي ايه، ما انا ده عض ابني وزرق له دراعه عضه جامده هروح له. قلت لها طب وانت تروحي تكلمي المدرسه انه في نظام وفي رقابه، ما هو برضه الولاد في المدارس وفي النوادي وفي اي مكان، طالما جوه مكان انا مستامنه ولادي عليه، هم مش في الشارع. فطالما في مكان وانا مستامنه ولادي جوه المكان، يبقى اللي مسؤولين هم القائمين على المكان ده. فانا اروح المدرسه، هتقولي ما انا هروح المدرسه هيقولوا لي وانا مالي. يعني ايه وانا مالي؟ يعني انا يعني ايه وانا مالي؟ يعني المدرسه هي اللي لازم تفصل بين الولاد، واللي غلطان تعاقبه وتقول له انت اعتذر لصاحبك، بعيد عن الاهل خالص. ما تسهلوا علينا القصه دي يا جماعه. طيب لو المدرسه قالت لك وانا مالي، بتروحي لابو الطفل اللي عض ابنك، حضرتك او حضرتك حصل 1 2 3 4، فعلشان الولاد ما يبقاش في بينهم مشاكل وعداوه، اللي غلط يعتذر للتاني. قال لك لا، ابني مش هيعتذر، ابني مش غلطان، عيال في بعض. تمام. انا بقى بروح بعد كده المدرسه وبتكلم مع ابني، اقول له بص يا حبيبي، هو عضك مالكش دعوه بيه، لو عضك تاني خد حقك. لو عضك تاني خد حقك. ليه؟ لانه لو انت ما خدتيش حقك يا دعاء مره واثنين وثلاثه، هيتعرف ان انا ممكن اعمل فيكي اي حاجه، محدش هيقف لك. وعلى فكره ده مش مع الاطفال بس، ده مع الكبار كمان. لكن جه ولي امر اتخانق معاه ومسكه من هدومه كده وشده وعنفه وراح ضربه بالقلم، انا هروح كأم بقى او كأب، لا حضرتك، انا هروح هشدك انت الكبير، مش همسك بقى العيل الصغير ابنك، هشدك انت الكبير من هدومك وهعرف اجيب حقي انا وابني تالت ومتالت. الفكرة هنا يا دعاء انه الناس تبقى مش عارفة، يعني اقول لابني اللي ضربك اضربه ولا العفو عند المقدرة. احنا عارفين كويس قوي انه في حديث بيقول لا تكن لينا فتهرس، او لا تكن قوي صلبا فتكسر، ولا لينا فايه بقى، انا مش فاكراه بس عشان ما غلطش في الحديث، اللي هو ايه، ما نبقاش
صلبين لدرجة الكسر ولا لينين لدرجة التساهل. تمام؟ خليك على رأيي. ما هو مش حديث، هي مقولة. ولا لينا فتعصر ولا لينا فتعصر، بالظبط كده. ما تبقاش زي إسعاد يونس، قالت مقولة حلوة جدا، ما تبقاش طفاية اللي يرميها تتكسر. خليك زي الكرة المطاط. هنا بنقول المرونة، ولا لينا فتعصر. هنا بنقول المرونة. يعني ايه؟ يعني انا ما اسمحش لحد انه يجي جنبي ويهني بشخصيتي القوية. طيب امتى اعفو؟ لما يكون اللي غلط فيه اضعف مني. اضعف مني لازم اعفو. تمام؟ هو ده اللي بنقول عليه يا جماعة، ده لعب عيال. ده لعب عيال. طيب المدارس، ابني في مدرسة انترناشنال كانت كبيرة وبتاع، وكلهم اجانب. ففوجئت لقيت ام بتتصل بيا، كان ابني صغير، كان صغير يعني، مختار كان صغير، حبيبي ربنا يحميه، هو يعني اطول من من سنه، من دفعته وكده. فالمدرسه كلمتني قالت لي ايه، مش المدرسه، ام البنت كلمتني قالت لي انا اسفه جدا، انا اسفه جدا، وانا بعتذر لك وكده، انا بنتي اترفدت. انا بقى ما فهمتش، هي بنتها اترفدت وبتعتذر لي ليه؟ قلت لها بنتك اترفدت ليه؟ قالت لي عشان ضربت مختار. فقلت لها مختار هو بقى كان قدام، هي فلانه ضربتك؟ وهو بقى قاعد قال لي مسامحها. قلت له هي ضربتك؟ قال لي بقول لك مسامحها. اتاري البنت دي فسفوسه صغنونه وبتجري بقى وايه، وبتديله شلاليت كده في الهواء حاجه كده، فالمدرس الاجنبي شافها فقام واخدها وقال لها مش مسموح ان بنت تدي بالشلاليت كده. هي طبعا شلاليت بالنسبه للمختار كانها ايه، بتهزر يعني. ايوه. فقاموا رفدوها وقالوا له الام اصلا مش مسموح، والبنت ايه لازم تعتذر له وبتاع. وقامت الام من الادب والاخلاق مكلماني، انا ما اعرفش يعني، انا موضوع اساسا انا ما دخلتش، انا ما اعرفش، ولا هو جه اشتكالي ولا حاجه. الام قامت مكلماني قالت لي انا اسفه جدا، لو تبنوته تكلمه. قلت لها لا لا ما فيش يا ابني، انت هو في حد ضربك؟ قال لي لا 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 لا، ده انا سامحتها خلاص. فلما شفت البنوته فلقيتها صغنطوطه كده، ويعني مش ايه هيعمل لها ايه، هيضرب بنته ومش متعود يعني، ما عودناهوش يضرب بنت ولا اي حاجه. فتمام. ففي الاخر اللي خرجنا بيه من الموضوع ايه؟ انه العيله دي متربيه، المدرسه محترمه، الام ست كمل بالظبط. يعني مش مثلا قالت وتترفد ليه، وهي كانت عملت له ايه زي ما الامهات. وانا بصراحه شلت الست دي، قلت ايه الرقي والاخلاق ده؟ لما واحده تانية بقى تقول لي ايه وهي كانت عملت له، ده اكيد ضايقها، ده اكيد كذا، هتعمل مشاحنات، وهبقى هتسيب في نفسي اثر سيء، وهقول الناس دي مش كويسه. بالظبط. هو مختار نفسه عارف ان هو حجما اقوى واكبر منها ما شاء الله، مهما كان طفل هو عارف ان انا يا بنتي لو عملتك كده هتطيري. فخلاص انا مسامحه يعني، ما انا مش هضرب بنت. هو ده العفو، لانه قدر يعفو، هو عارف ان هو اقوى منها، ولو بس سند عليها هيطحنها. فهو ده العفو الصحيح. لكن ان انا ابقى بلطجي، انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه، طب ما انا كمان ممكن اعمل فيك، بس انا ما بقولش. فمرة تانية بقى مختار الجميل حبيبي اترفض برضه هو، لأنه أول واحد قعد على كرسيه فقام شده بالعافية وقام زقه. فهما بقى مختار بقى هو اترفض. قلت له طب يا مختار يعني ده انتوا ده يعني انت كمان زقيته ليه؟ قال لي قاعد على كرسيه. فقلت له لا ما ينفعش تقومه بالعافية، روح قول لهم هو مش راضي يقوم وقاعد على كرسيه. فهي المدرسة مسهلة علينا القصة دي خلاص، وفي رقابة. دول أطفال ما عندهمش مخ على فكرة، عادي يعني ما عندهمش الفكر بتاع انه في حوار، هو عادي شاف حد عمل حاجة. فهي كده، انه لو سمحتوا المدارس اسمها التربية والتعليم، يسهلوا علينا المهمة بس. طيب بلاش المدارس، خلينا في النوادي والواقعة بتاعت النادي المشهورة. الحقيقة هنا اللي ما عندوش عقل هو البني آدم الكبير اللي المفروض انه قدوة ومعروف، اللي راح عمل عقله بعقل طفل. بالعكس، ده انت علمت ابنك البلطجة، خليت ضربت الولد، خلى ابنه ضرب الولد وحبسه ونهره وي وي وي، وفي الاخر انت كانك ما عملتش حاجه. احنا اولادنا يا جماعه، سيبكم التربيه الايجابيه والتربيه السلبيه، ولا دي بتنفع ولا دي بتنفع، احنا اتربينا زمان من غير تربيه ايجابيه. ولادنا بيطلعوا زي ما احنا عايشين، مش زي ما احنا عايزين. لو ابنك شايف ان انت طول الوقت عامل فيها فتوه وبلطجي، انت بتربي بلطجي.
لو ابنك شايف ان انت بتعرف تاخد حقك بالادب وبالاصول وبتعرف تعفو امتى وتاخد حقك امتى هيطلع زيك بالظبط. احنا مش محتاجين نعلم ولادنا ان اللي ضربك اضربه. ما هو اللي ضربك اضربه دي يا دعاء احنا بنربي بلطجيه. طيب خليني اخد اتصال من ام عائشه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا اهلا وسهلا. ازيك يا ام عائشه؟ اهلا بحضرتك. اتفضلي. سؤال دلوقتي برضه نفس مشكلتي اللي انت بتحكي فيها دي. انا بناتي صغنطتين ما بيعرفوش يضربوا اللي بيضربوهم خالص. وطبعا بقى ولاد اخواتي وبيت العيله والكلام ده. هما البنات يضربوا ليه؟ ما هما بيضربوهم. مين اللي بيضربوهم؟ بنات برضه؟ او صبيان يعني، او ممكن بنات اصغر منهم كمان في السن. يعني بس اصغر منهم. البنت عند بنتك عندها كام سنه؟ واحده 6 وواحده 5. دول اطفال خالص. فلو اصغر منها بتضربها 3 سنين مثلا، دي ما عندهاش مخ. فانا بتضايق يعني، انا كأم بتضايق ان بنتي بتتضرب. فيعني اضربي اضربي يا مكه، اضربي يا عائشه، اضرب زي ما انتوا بتتضربوا. ما بناتي ما بيعرفوش، وما انا ضربهم بقى، وما انا ضربه بناتي من غيري. انت تقومي ضربه بناتك؟ طب انت ايه الرساله اللي بتوصليها لهم لما بتضربيهم؟ اضربوا زي ما ضربوكوا، مدي ايدك زي ما مدوا ايديهم. يعني هما يتضربوا وانت تضربيهم؟ يعني هما الاثنين قاعدين ملطشه كده. بصي بصي يا قمر، يعني بنتك كده هي بتتضرب من الصغيره وبتتضرب من الكبيره، انت ترضي انها تبقى واقفه في النص ملطشه؟ ما انا بحكي لك اهو، والسنه دي داخلين مدارس كي جي 1 كي جي 2. فانا برضك مش عارفه يعني هديهم لهم الحاله. طب احنا تسمعي بقى مننا الرد. يعني خلاص احنا فهمنا كده الموقف، فاسمعي بقى من استاذه مروه الرد. اخد بس مها. الو يا مها. ايوه دوليو. ازيك يا جميل؟ حضرتك عامله ايه؟ انا بحب حضرتك حبيبتي. جدا ومبسوطه ان عملت مداخله معاكي والله. حبيبتي اخبارك ايه مها؟ احكي لي. استاذه مروه الحمد لله يا مها بخير. احكي لي بقى عندك مين بيضرب مين؟ لا انا عندي مشكله بقى، يا بعيد عن موضوع الحلقه شويه قولي. بس كنت عايزه استفيد من خبره استاذه مروه. اتفضلي. انا عندي بنتي بتعاني منها شخصيه حديه، ووديتها في مع كذا حد وكده. عندها كام سنه؟ عندها 22. فوديتها كذا حد وكده، فمش عارفه اتعامل ازاي يعني. مش عارفه اقول لها رايي. قولي لي هي ايه الاعراض، بتعمل ايه؟ يعني مثلا هي تبقى مبسوطه وكويسه ونبقى خارجين ومبسوطين، وفجاه ادخل عليها الاوضه الاقيها بتعيط مثلا. مهما نعمل تقول لي انا بحسش ان انا مبسوطه. انا بحس ان انا برضو ان انا زعلان. وجربنا برضو ادويه وكده، بس انا حاسه ان مفيش اي تقدم. مين اللي شخص ان دي حديه؟ رحنا الدكتوره برضو تابعنا معاها وكده، وعملت لها اختبار شخصيه، فهي حددت لها الموضوع ده. فخدنا ادويه والله يا استاذه دعاء، يعني كان موضوع كبير كده، ولسه بنعاني من نفس الموضوع انا وهي لغايه دلوقتي. طب هي فاهمه هي عندها ايه؟ وللاسف بقى ان هي فاهمه انها عندها ايه، لانها بتفضل تقرا على النت وكده، وبتفضل تطبق على اللي هو عندها، وتقول انا عندي وعندي. فبرضه القصه بتاعت النت دي برضه مدخلانا في طريق مسدود والله يا دود. طيب قولي لي هي بتحيه في الجامعه؟ في الكليه. في كليه ايه؟ كليه اداب انجلش. طيب وهي شطوره يعني في الدراسه ولا عندها مشاكل؟ ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها شطوره، وبتتحمل مسؤوليه اكتر من اللي هي المفروض عليها. يا قلبي. طيب دايما بتبقى متوتره وقلوكه وكده، فانا مش عارفه اساعدها ازاي والله. طيب هل بتاذي نفسها؟ بتوصل لانها كانت زمان كده، كانت زمان كده يعني. في فتره المراهقه كان فعلا في ايذاء نفسي وجسدي. بس الحمد لله المرحله دي احنا تخطيناها الحمد لله رب العالمين. طيب هو بس انا مش عارفه اتعامل ازاي. بصي اكتر من حد جبناه عندنا في البرنامج كان هو شخصيا عنده فكرة الشخصية الحدية، ولما بيكبروا شوية وبينضجوا بيبقوا هم اللي عايزين يعالجوا نفسهم. يعني هي بتبقى هي اللي زهقت من العيشة دي وبتبقى مش مرتاحة، فبتاخد قرار. هو موضوع العلاج ده برضو بيبقى قرار من الشخص. ده حقيقي. فبتاخد ده حقيقي. قرار انها يعني لا انا هتغير، ولا انا هصلح من نفسي وكده. انت هي محتاجة تقعد، يعني تقعد مع الناس دي، تقعد مع الشخصيات دي. وبرضه هنسأل مروة الصعيدي ممكن تعمل ايه، ونديك نصيحة. وادخلي على اليوتيوب واكتبي الشخصية الحدية مع دعاء فاروق، هتلاقي بقى ايه مين اللي استضفناه واتكلم عن تجربته الشخصية. نرد الاول على ام عائشة.
بناتها 5 سنين وصغيرين قوي والاصغر منهم بيضربوهم، فهي ازاي بناتها ما يردوش فتقوم هي ضرباهم عشان هم يردوا، والبنات خلاص داخلين المدرسه، فالتعامل بتاعها ده تصنفيه انه ايه؟ لا ده انت كسرتيهم زياده، يعني دول خلاص اتعودوا ان لغه الحوار او التعبير هي الضرب. ما ينفعش اعلم بنت اللي يضربك اضربي، ما ينفعش. انا همشي ابقى يعني البنت يا جماعه اساسها النعومه والانوثه. امتى اضرب اللي يضربني؟ لما يعتدي عليا. في حاله اعتداء، لما يبقى في اعتداء اعرف ادافع عن نفسي. انما ايه نوع الاعتداء اللي جاي من طفل عندها 3 سنين؟ مش حاجه خالص. ده بيبقى بالنسبه للاطفال اللي عندهم 3 سنين ده لعب، هي بتنكشها، هي عايزه تجر شكلها عشان تلعب معاها وتتكلم معاها. ده اول حاجه. تاني حاجه، البنت اللي عندها 3 سنين دي ولادك لسه ما دخلوش المدرسه، يبقى اكيد قرايبكم ولاد الجيران، فمش هينفع العيال يفضلوا يلطشوا في بعض. ايوه صحيح، ما ينفعش. غير ان حضرتك بدل ما تعلميها بقيتي تضربيها فبقيتي توجعيها اكتر. فمعنى كده انها بتتعاقب عشان اتضربت، فمش هتيجي تقولك انها اتضربت. صحيح، احنا كده هتبقى بتتعرض لقهر او ظلم ما من وهي صغيره ومش هتتكلم. لا ده هو مش هتيجي تقول لها، ما هو مش هتيجي تقول لها، ده هو كده الظلم والقهر ما بقاش من ناحيه واحده. أيوة، هو البني مش هترضى تيجي تقول لها عشان ما تتظلمش كده، عشان ما تتظلمش منها. فما ينفعش يبقى جيش الدفاع بتاعي وانا في السن ده اللي هو امي او ابويا يبقى هو اللي بيهاجمني، يبقى هو اللي بيكسرني، هو اللي بيضربني، او هو اللي بيعاقبني عشان انا اتضربت. يعني تبقى مفهومه لو ابني مثلا جه ضرب واحد عوره، فهو مش فاهم ان الضرب ده مؤذي، فروح انا ضربه اقول له شفت اتوجعت ازاي، شفت انت اتضايقت ازاي، شفت حسيت بايه، اهو اللي انت حسيت بيه ده الطفل التاني حس بيه، يبقى ما نعملوش، ما نأذيش حد. انما هي اتأذت وجايه بتشتكي لك فانت بتضعفي الاذى، لا دي هتبقى قنبله مساوئ نفسيه وتحمل للاذى واضطرابات نفسيه غير عاديه. ما تدخليش ولادك، على فكره يعني ان شاء الله بعد شهر عنه، ما تدخليش ولادك للستيج بتاعه التبول اللا ارادي. الضرب الكتير يا دعاء بيسبب خوف من اي حاجه. في السن ده بيعرضهم لكده. طب لما تقول لها ايه المفروض؟ تقول لها تعمل معاهم ايه؟ اساليها يا حبيبتي بتضربيني ليه؟ انت عايزانا نلعب؟ ما تضربينيش، لو ضربتيني مش هكلمك تاني، مش هلعب معاكي، مش هقعد معاكي. انا ما بحبش الضرب، ما حدش يمد ايده عليا. ماما قالت لي محدش يمد ايده عليا. احنا يا جماعه بنعلم ولادنا انه حتى محدش يهزر معاك بالايد. يعني هزار الايد ده المفروض ان احنا بنعلم لاولادنا انه محدش يهزر معايا بالايد. صح. وانه في اماكن ممكن اللي هي اللي هي السلام، ان انا اشد على ايدك، مش عارف، في حاجات لمسات ايجابيه ولمسات سلبيه. فده لازم نبقى عارفينه من ولادنا وهم اطفال. انا كأم كبيره انا دماغي كبير، ازعل ليه؟ دي صغننه، دي عبيطه، دي مش عارفه ايه، دي عامله زي اللعبه، ده تخيلي لعبه وبتعمل. يعني بصتي الامور في الاطفال الصغيرين 3 سنين زي كده، ما تبقى بنت صغيره وتضرب باباها ولا كده فياخدوا الموضوع على نفسيتهم ويقولوا له عيب. عيب ايه؟ انت بتكلم مين حضرتك؟ دي لعبه لسه. يعني نقول لها لا بابا حبيبك وحضني. أيوة وطبطبي ومش عارفه ايه، ما بنضربش بابا، احنا بنلعب، احنا بنبوسه، احنا بنحضنه، حاجات كده. يعني ما هي يعني بنعلم العيال، ما مش ما بنجلدهمش. مش احنا ما بنبقاش يعني فاهمين. طيب مها بنتها عندها 22 سنه وتعاني من الشخصيه الحديه. تمام. البوردر لاين او الشخصيه الحديه في فتره من الفترات زي ما مها عملت بتاخد ادويه. تمام. وكل ما بيبقى عندي وعي بالمشكله اللي عندي زي ما انت قلتي يا دعاء، كل ما بيبقى عندي اصرار على التحسن. لان مشاكل البوردر لاين بتبقى اغلبها في العلاقات، لكن هم بيكونوا شاطرين جدا واذكياء، لكن عندي مشكله في العلاقات والتعامل مع الاشخاص بسبب سوينج مود اللي بيبقى عندي باستمرار. ده ما بيبقاش محتاج علاج بس يا دعاء، البوردر لاين تحديدا بيبقى محتاج ادويه وسي بي تي ودي بي تي. ايه السي بي تي؟ اللي هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندي يقظه، بعمل تمرينات يقظه، تمرينات تنفس، ببقى واعي للفكره اللي مسيطره عليا اللي سببت لي الشعور
اللي خلاني ياخد رد الفعل اللي هو بيتحدد على اساسه البوردر لاين. فكل ما بنشتغل على الموضوع ده وفي بوكلت بيتعمل وفي كتب بتساعد وفي فيديوهات بتساعد ازاي اكتب افكاري، ازاي اتعامل مع مشاعري، ازاي اعمل تمرينات اليقظه او التنفس، هو العلاج الجدلي اسمه كده، ان انا بجدل بين العلاج السلوكي والواقع والمشاعر اللي انا عايشاها. وكل ما كنت بتدرب اكتر على ده، وزي ما قلتي كل ما بنكبر كل ما بيكون التحسن اسرع واحسن. في ناس بوردر لاين وفي ناس بايبولر اللي هو الاكتئاب ثنائي القطب من الهوس الاكتئاب، وانا اعرفهم شخصيا بقوا شخصيات ناجحه جدا، ولن تتخيلي ان هم مصابين بهذا النوع من الاضطراب. تتعاملي معاها ازاي؟ انك تكوني فاهمه كويس قوي يا مها طبيعه المشاعر والمرحله اللي هي بتمر بيها. الحنيه يا جماعه نمره واحد. بصي انا بشوف انه الحنيه بتاعه الاهل بالظبط كده، ونتقبل الولادنا مهما كانوا من بره وحشين او بيعملوا، لان احنا عارفين ان الوحشه دي سببها غصب عنهم. غصب عنهم. فالولاد دي بتحب الاحتواء، فبمجرد ما تلاقي الدنيا كلها كرهاهم بس في اب وام بيحتووهم وبيطبطبوا عليهم وكده متفهمين، هيفرق جدا. بالظبط، ان انت تبقي فاهمه هي كده ليه دلوقتي. شكرا جزيلا مروه الصعيدي. عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه الكبيره والطاقه المصريه، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا فندم. حضرتك يعني قلت لازم نبدا بالجنات. نعم. على طول. جنات عدن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنات عدن بدات بالايات للفت الانتباه لعظم الجزاء من الحق تبارك وتعالى. حينما يدخلونها العطاء الاول من الله تبارك وتعالى بفرحتهم أنهم قد دخلوا الجنة، وبعد دخول الجنة تتوالى المكافآت من رب البريات. يأتي الذهب ويأتي اللؤلؤ، يأتي المرجان، يأتي الطعام، يأتي كل الخيرات، ثم بعد ذلك اللباس من الحرير والسندس. عطاء من الله تبارك وتعالى للذين اشتروا الدنيا أو اشتروا الآخرة بالدنيا. كانوا في الدنيا يفعلون الخيرات كلها، يعلم أن في يوم من الأيام يوم القيامة سيلقون رب العالمين، وعليهم أن يبدأوا من الآن لعمل حساب القبر والحساب والصراط والوقوف بين سيد السادات حتى يشربوا من كأس الكوثر يوم القيامة. قرأوا كل شيء، وبعد القراءة يودون أن يرون كل شيء، يدخلونها بسلام. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فماذا يحدث حينما يدخل الجميع إلى الجنة؟ يحلون بالأساور من الذهب ومن الجواهر والسندس والحرير. الجميع تحتفل بهم ملائكة الأرض والسماء اللي كانوا بيدعوا لهم في الدنيا ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، كان بيدعوا لهم في الدنيا. يوم القيامة تلتف الملائكة حول العرش والجميع يقول الحمد لله رب العالمين، أن ثواب المكافأة لأنهم تصدقوا وزكوا وفعلوا الخيرات رغم أنهم يمكن أن يكون قد ابتلوا، ولكن ابتلوا في الدنيا لترفع درجاتهم، لأنهم في الجنة يحمدون الله تبارك وتعالى الذي أذهب عنا الهم والحزن والكر. خلاص بقى مفيش جارة تأذيكي، مفيش حد يبص في يبص لك في نعمتك يحسدك، مفيش واحد يتكلم غيبة أو نميمة، مفيش واحد يحرق دمك وانت عايشة في دنيتك. خلاص أذهب عنا الهم والحزن، لا يمسنا فيها أي شيء ولا حتى يمسنا فيها لغوب، ما يمسناش فيها حتى العجز ولا الكبر ولا الهم
ولا أي حاجة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين وما قرب إليها من قول وعمل. احنا تعلمنا الأحاديث من الأحاديث الشريفة اتقي النار أو بشق تمرة، وبالتالي أقل شيء ممكن يقينا النار، فما بالنا بأي شيء نملكه ونستطيع أن نعطيه ونبذل ونديه بنية صافية كده أو نية خالصة لوجه الله تعالى. وبالتالي جاءت فكرة أنه الواحد يطلع حاجات عينية بعينها، يعني اسمها التبرعات العينية، يعني شيء بعينه. عندي حاجة في البيت أطلعها لوجه الله تعالى أسعد بيه حد أنا مش حاسة بقيمته، هو موجود عندي زيادة في الملابس، هو موجود عندي بس أنا مش حاسة بقيمته، إنما عند الناس هتبقى قيمته كبيرة أوي. طبعا تلاجة قديمة بلاش نضيق، نوسع ان احنا حطينا ثلاجه جديده يبقى نتركها الناس يستفيدوا بيها ويدعوا لنا تبقى صدقه جاريه. حتى الملابس بتاعتنا، حتى اي الاعمال، عايز كل واحد يعني تخيلي حضرتك وانت تتصدق انظر الى الله تبارك وتعالى، ادي ادي وانت باصص لله، انت ما تبصش للحاجه اللي انت بتعطيها عشان نفسك ما تقولش يا لا ما تخرجش، لا شيل. احنا احسن شعب عندنا كراكيب في البلكونه وفي السطوح وفي كل حته، خرج الكراكيب دي خد ثوابها وانت على قيد الحياه بعد قبل ما تبقى رحمه ونور عليك. انت تستمتع بفضلها وانت عايش وتخرج لله تبارك وتعالى يستمتع بها الناس، وتكون في شكل هدايا عينيه. حتى لما تخيلي حضرتك الساده المشاهدين لما بيبعتوا لنا الملابس ما بيبعتوش زكايب وشنط، الناس بيعملوا حاجه لطيفه قوي. شوفي قد ايه يعني احباب حضرتك والمتصدقين يبعتوا الملابس تتغسل، وبعد ما تتغسل تنكوي، وبعد كده يعطروها بالعطر ويبعتوها في شنط محترمه جميله. يقولوا هؤلاء هذه الهدايا، هدايا العينيه لبناتنا واولادنا واخواتنا وكل الناس اللي محتاجينها. هذا هو العطاء الحقيقي، انها توضع في يد الله قبل ان توضع في يد الفقير. فهلموا الى الهدايا العينيه، ومنها طبعا عايز اقول الادويه اللي احنا محتاجينها. جمعيه البر والتقوى، في ناس بتاخد يا جماعه روشتات شهريه بالالاف. بييجوا بالروشته بتاعتهم محتاجين الدواء، ولو شريط قلنا قبل كده عايزين يا جماعة نزيد من هذا الأمر، لأن الدواء أصبح يعني نقول إيه عنصر استراتيجي لأي أسرة دلوقتي من فضل الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن ييسر لنا كل أمن عسير. اللي ما عندوش تلاجة قديمة عشان يتبرع بيها يبعت وإحنا نشتري تلاجة جديدة إن شاء الله لهؤلاء الناس. هو لسه في التلاجات الايجل الصغيره طبعًا دي طبعا موجوده كل حاجه يعني موجودة. طبعا الناس بتدور على انها تجيب بقى التلاجه البابين والتلاجه ال 20 قدم وال 24 والحاجات الكبيره، لكن في ناس لسه ما عندهاش اصلا، ما تعرفش تسقع الميه. طبعا انا عايز اقول برضه حضرتك قلت التلاجات القديمه، التلاجات اللي بتخرج من بيوت الاحباب المتصدقين بتروح لمراكز للتصليح وبيتغير موتورها لو كان في موتور عطلان، ويتم تجديدها مره جديده ويتفك وتترش كانها جديده، علشان هتخش بعد كده بيت ناس من المحتاجين، ان كانت يتامى ان كانت عروسه ان كانت كذا. فيعني ما نقولش ما نذهبش ماء وجه هؤلاء الفقراء لما يجي لها عريسها ويرى ان هي هتتجوز بالتلاجة قديمة او كده. دي طبعا مراعاة للشعور ورفع المعنويات هؤلاء المحتاجين من فضل الله تبارك وتعالى. فلا تبخل بشيء اعطاك الله اضعافه، فيلا بقى علشان ايه احنا لسه برضو في شهر مولد النبي، شهر الخيرات. طيب نروح نبص على تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. دكتور عماد عوض، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. هسألك سؤال والسادة المشاهدين نفسهم يسألوك سؤال لما بدري بيتصلوا دايما بيا، متى كان أول حجر أساس لهذا الصرح الهائل مستشفى البر والتقوى؟ بص كان سنة 2010 2010 2010 نعم. فاكر كويس قوي، احنا بنحفر الأرض وكنا شغالين في الأرض وما كانش معنا ولا جنيه. الله أكبر، متخيل؟ ولا جنيه في حرنا، مش معنا ولا جنيه، ومشت بقى ما تعرفش ربنا. سبحانك يا رب، سبحانك. 2010 لولا قيام الثوره كانت خلصت من زمان. نعم بس طبعا حصل ضربات كتيره وتوقفات. فالحمد لله خلاص قال الامان، الحلم يكتمل وكل شيء باوانه مع ربنا عز وجل. انا بقول ان مطلع 25 ان شاء الله هيكون
باذن الله. المستشفى شغاله ان شاء الله. المستشفى شغاله ان شاء الله. والمستشفى زي ما قلنا يعني دايما احنا بنيجي نصور القوافل اللي بيجينا من الجامعات المختلفه او من الجمعيات الطبيه المختلفه، وبيجوا صف الدكاتره وجمعيه بيكون عندها الادويه وعندها التحاليل وعندها الاشعاعات وعندها الكشوفات على الناس. ما فيش حد بيمشي من هنا الا لما بيدعي لكل متصدق وكل مزكي ويدعي له طول العمر وصلاح الحال، وهو ده هو ده فعلا الكنز اللي هو معانا وينتقل بينا ان شاء الله ليوم القيامه ان شاء الله. عايزين حضرتك بقى ايه الكلمه الاخيره تقول لنا، عايزين نقول ايه للناس اللي من هناك ويقول لك ايه، عايزين نشوف الحاجه اللي احنا عملناها فنفسنا نيجي. انا بدعي كل الناس اللي بتشوفنا واللي مهتمين بامر الصحه ان هم يجوا يزورونا في البر والطبع. نعم. تعال زورنا هنا في المستشفى، شوف بنفسك، من حقك تاخد مكان لو انت عايز غرفه او عايز حاجه زي ما وحده المناظير تعملها انت لوحدك انت واسرتك. طب ممكن متاحه احط يافطه باسم العيله باسم تبقى الصدقه او تبقى زكواتنا كلها. في ناس كثيره معانا في الغرف اخذ حجرات كتب عليها اسمها. نعم نعم. وحضرتك شفت دلوقتي بعض الاجهزه مكتوب عليها الاسم. نعم. فانا بقول لكل حبايبنا يلا تعالوا زورونا في البر والتقوى وشوف انت تقدر تعمل ايه. طيب ممكن الناس اللي تيجي تزور المكان يبقى فيه لستة بالطلبات، ممكن واحد يجيب ثلاجة، ممكن واحد يجيب غسالة، يجيب أي حاجة عينية يحطها فيه موجود. إذا كل ده متاح، كل ده موجود. متشكر جدا في انتظار إن شاء الله بالعالمين، وإحنا كلنا في انتظاركم إن شاء الله. جمعية البر والتقوى، الدكتور عماد عوض، وكنت معكم الدكتور مصطفى فتح الله من فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستشفى تقريبا خلصت كده. نعم من فضل الله تبارك وتعالى. احنا محتاجين الاجهزه بقى. انا عايز اقول لحضرتك ان يعني شايفه الاجهزه خلصانه. لا الاجهزه نفسها اللي هتكون داخل دي كلها اللي موجوده داخل الـ يعني انا شايفه مثلا الحضانات. دي الحضانات فقط، لكن في اجهزه. احنا بنعمل مركز ابحاث الدم، احنا بنعمل عايزين اجهزه للمناظير علشان الجهاز الهضمي. مناظير بكل انواعها، مناظير السيدات، مناظير كل التخصصات. محتاجين الشنط اللي هي زي ما اتكلمنا قبل كده، شنط اللي هي الادوات الخاصه بعمل العمليات. عايزين اجهزه لكل الادوار اللي الحمد لله اكتملت ديت علشان نحط فيها. وبعدين انا يمكن الملمح واحنا بنستعرض كده اجهزه الحضانات شفنا السراير وبصينا لقينا ان دي حجرات عادية، ومع ذلك برضو يمكن كان فكرة مع الدكتور عماد ان احنا نتكلم ونقول ليه ما نخليش كل سرير حتى لو سرير هنقعد فيه لمدة يوم نحوله الى سرير جاهز ان هو يبقى انتنسف كير، يبقى عناية مركزة داخل هذا السرير. فنجد كل سرير من السراير اللي موجودة هناك في المستشفى فوق منه الاكسجين وفوق منه كل المستلزمات، بنحط يدوب الاجهزه الخاصه ونحول السرير دوت الى عنايه مركزه في الحال من فضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا في الدور الرابع والخامس، الحمد لله فضل من الله ونعمه. عايزين بقى الدفعات الساده المشاهدين. ليه انا دايما في الاول بقول يا جماعه الادويه جمعيه البر والتقوى بتعمل يعني ايه زي بروتوكول تعاون مع الجامعات والمعاهد العلميه اللي موجوده في مصر، يعني اذا كان جامعه صورة، القاهرة، معهد القلب، معهد السرطان، كل ده. وبنجيب قوافل داخل هذه المستشفى. أثناء ما كنا بنتكلم في المقر أنا ودكتور عماد في المكان دوت، كان تحت في قافلة جاية من جامعة المنصورة وإن شاء الله هنستعرضها بعد كده، كل التخصصات، كل الأطباء. وبنحتفل إن شاء الله إن احنا داخلين على 180 ألف مريض يتم الحمد لله الكشف عليهم وعلاجهم وعمل أشعة وتحاليل من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وعايز أبشر الناس إن اللي بيروح هناك في دمياط مش بس بيتعالج في المستشفى. عايز أقول لحضرتك إن الناس اللي جات علشان تشوف المرضى، عايز أقول لحضرتك لو لقوا إن ناس محتاجين لعمليات بينقلوهم بسرعة على الجامعة اللي هي جاية، مثلا جامعة المنصورة، تروح بمستشفى جامعة المنصورة، تروح بروتوكول التعاون بينها وبين جمعية البر والتقوى من فضل الله، يتعملوا العملية هناك ويتم عمل الموضوع كله. فأصبحت النهاردة مستشفى البر والتقوى هي محطة الالتقاء بين المريض وبين الطبيب لعمل العملية من فضل ربنا سبحانه وتعالى.
جهد من فضل الله تبارك وتعالى. يمكن أنا بسأل في أول التقرير يا دكتور عماد بدأت إمتى؟ قال لي 2010. فتخيلي هو يعني عينه دمعت وهو بيكلمني 2010، 15 سنة وإحنا بنجاهد حجر بحجر أحبابنا المتصدقين والمزكين لغاية ما وصلنا لهذا الصرح إن شاء الله، الذي أسأل من فضل الله تبارك وتعالى أن يوضع في ميزان حسناتي كل متصدق ومزكي صرح كامل كجبل أحد بإذن الله يوضع في الميزان نعبر به الصراط يوم القيامة إلى جنات ربنا ورضاه. وحتى من وضع حجر ومشي، نعم، يعني هو حط ومشي، هو ما شافش المستشفى اشتغلت، مش مهم، نعم، هو بس إيه يعني، هو خد الحجر ده معاه الآخرة، يعني فكرة إنه أنا سايب حاجة في الدنيا هتشتغل وصدقة جارية وأنا مشيت وهي دي اللي باقية ليا. نذكر سيدنا عمر بن الخطاب حينما كان في مظلمة فاشتراها من صاحبتها وقال للصحابة لسيدنا عبد الله: يا عبد الله حينما أموت ضع تلك المظلمة في كفني حتى إذا وقفت أمام ربي يوم القيامة. وقال: ظلمت امرأة، فيقول: يا رب لقد اشتريت المظلمة ورضيتها في الجنة. لذلك أنا بقول الإيصال اللي حضرتك بتكتبه وبتعمل فيه الصدقة أو الزكاة هو ده الإيصال اللي هيكون معاك سند أمام الله تبارك وتعالى، فتقول: يا رب تصدقت وتزكيت، أنا من أمة الحبيب محمد، فأكرمنا بشفاعة النبي ورضاك عنا يا رب العالمين. يا رب. نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل. وراضيين برضو بفضل ربنا، والله الصمات بينزل علينا من فوق والمطرة، بنروح ننام عند الجيران، بتبهدل واخد عيالي وجوزي واخوات جوزي وراح انام عند الجيران، واحنا حريم بنتبهدل وحاجتنا بتتبهدل، حتى لو عاملين لقمه بتتبهدل، فرشتنا بتتبهدل، مش قادره اوفر حاجه اسقف منها اوضه ولادي، والله من ساعه ما نشأوا على وش الارض ما ناموا على سرير، بننام على الارض والله. عايشين في بوص وعايشين في بهدله وفي نطره، والنطره كانت بتبهدل العيال، والعيال كانت نام على الارض، والحمد لله يا رب استركم سترتونا، يا رب استركم سترتونا، استر اللي سترنا استر كل متبرع. جاني قضت انتريها هودي، وجاني قضت سريران للعيال، وجاني دولاب، وجاتني غساله، وخير كتير الحمد لله والله. والله فرحت والعيال فرحت وبقى طالعين يجروا ويتفرجوا، والحمد لله يجعلوا في ميزان حسناتكم، ومبسوطه بالدولاب هيلم هدوم العيال، انتوا الهدوم بتاعتنا كانت متبهدله وحاجتنا كانت متبهدله والله. مبسوطه بالغساله، ومبسوطه بالقط النوم اللي جات للعيال، ومبسوطه بالانتريه اللي هيسترني قابل عليه الناس، والحمد لله. نشكر جمعيه البر والتقوى اللي جابت لنا الحاجه دي وعملت لنا الحاجات الحلوه دي ونورت البيت وسطرت البيت وسطرت العيال وسطرتنا. متشكرين الف شكر لكل الناس اللي جت وتقدمت بالخير، الف شكر لكل الناس اللي جت خطت خطوه وتقدمت بالخير يجعلوا في ميزان حسناتهم، الف شكر لجمعيه البر والتقوى اللي سطرتنا وجابت لنا الحاجه الحلوه دي. دي البيوت اللي بيتم يعني نقلها من حال الى حال، نقلها من حال في الشارع متعرشه بخوص كده لبيت بقى، بيت مقفول متبلط بسقف محطوط فيه عفش، يعني الناس هي اللي بتعمل كده. الستر من فضل الله تبارك وتعالى. احنا يمكن الملفات بتاعتنا مختلفة وكثيرة من فضل الله في جمعية البر والتقوى. عايز اقول لحضرتك يعني مثالين، الحاجة سهام والحاجة عطيات، دول سيدات مصريات طيبات وعايشين في ليبيا، دايما يتواصلوا معايا ودايما يبعتوا لي الصدقات او الزكوات بتاعتهم، فاقول لهم ان احنا اليومين دول مثلا مركزين في ملف معين، وده تقول لي يعني شوف سبحان الله هم عايشين مع بعض تقريبا، فدايما يقولوا لي ايه، احنا عايزين ناخد من كل بستان زهره، فلما هتتكلم عن القوافل عايزه قوافل وعايزه اسقف وعايزه كذا وكذا وكذا، فقسم لي المبلغ على الجميع، كأن احنا داخلين مسابقة وعسى ان واحدة فيهم هي اللي تكون
طريقي إلى الجنة. فكر من الأفكار من فضل ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. طب حط لي هنا عشان الناس هنا تدعي لي عشان ننوع الدعاء. تخيلي حضرتك لما بندخل المسجد أو بنروح نصلي في الحرم أو في أي مكان يا رب وعدنا جميعا بزيارة بيت الله الحرام، بنبقى كل شوية عايزين نصلي في كل حتة عشان تشهد لنا كل مكان، يشهد لنا كل مكان بنصلي فيه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهو ده تنوع، ان انت النهاردة اتكلمت فربنا نوع لك الصدقات. فعندنا هنا اسقف، وقبل كده كنت بتكلم مثلا في الادوية، بتكلم في الادوية العينية، يلا بسرعة خرج، يلا بسرعة الناس محتاجة، يلا بسرعة قبل ما تنقضي الدنيا ونأتي يوم القيامة وما فيش حاجة معنا من الارصدة. عايزين ارصدتنا في البنوك الربانية تتميلي قوي 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 من فضل الله. يا رب يتقبل من الجميع. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والطاقة المصرية. شكرا لحضرتك. وعندنا فاصل ومكملين بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وفقرتنا التوعوية بتاعت كل يوم أربع. مؤخرا بقينا نسمع إكسبريشن كده أو تعبير بيقولك إيه، تجميد البويضات، أو فلانة دي محتاجة تجمد بويضاتها، أو ساعات بنات تطلع على النت تقولك أنا هجمد بويضاتي ومش عارفة إيه. ما كانش وارد الكلام ده خالص أيامنا إحنا زمان، لم كناش نسمع التعبير ده. يعني إيه تجميد بويضات، ومين اللي ننصحها أنها لازم تروح تجمد بويضاتها؟ نسأل بقى طبعا أهل ذكر دكتور أحمد عاصم الملا، استشاري أول الحقن المجهري والمناظير النسائية بمركز رويال للخصوبة، وخبرة أكتر من 18 سنة في مجال الحقن المجهري وتأخر الإنجاب. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذة دعاء، وأهلا وسهلا بمشاهدينا. والموضوع اللي حضرتك بتقولي عليه ده موضوع جميل جدا ومهم جدا. خلينا نعرف الأول يعني إيه تجميد البويضات. سؤال حلو قوي. أولا أنا بعتبر تجميد البويضات ده طفرة طبية جديدة، وبسميها أنا عندي عملية الأمل للحفاظ على خصوبة السيدات والأنسات. إن أنا إزاي أقدر أخد البويضات من السيدة أو الأنسة دي واحتفظ بيها لسنين طويلة لحد ما ربنا يكرمها بالزواج ونبتدي نخصبها ونعمل منها أجنة ونزرعها جوه الرحم بتاعها. هي دي الفكرة المبسطة ليها، إزاي أنا أحتفظ بخصوبة السيدة دي لسنين طويلة جدا. طويلة يعني مثلا ممكن احنا ممكن تقعد في الحضانات عندنا بالخمستاشر سنة. فعلا 15 سنة ولا يتغير يعني خصائص البويضة دي؟ مش بيتغير، وكمان دلوقتي ارتفعت تقنيات التجميد جدا عندنا. زمان كنا نسمع عن تجميد الأجنة، تجميد الحيوانات المنوية، تجميد البويضات ده لسه داخل حديثا. والتقنيات عليت جدا في موضوع التجميد ده، بحيث ان احنا زي ما احنا احتفظنا بيها نقدر نفكها ان شاء الله تعالى ونحقنها في سن متقدم، والمريضة تحمل وربنا يكرمها بالخلفة. طيب مين وتفرق بقى كتير كمان. يعني أنا عندي نقطة دي كمان أنا بحب أقولها، إن حضرتك البويضات بتشيخ أو بتتقدم في العمر وكفائتها بتقل على عكس الرحم. يعني أنا ممكن أخد بويضات من سيدة أو أنسة في سن عشرينات أو 30 سنة وأزرعها لها في رحم بعد ما تكون سنها زاد عن 40 و45 سنة. الرحم ده مستقبل بس. إنما البويضة بتتأثر بالعمر. الرحم أنا أقدر أحضره يعني بعد كده. يعني البويضة بتكبر بتعجز، إنما الرحم لا. لا، وأقدر أحضره. أنا ليا بعض الأدوية اللي أقدر أحضر بيها الرحم، أعمل بيها بطانة في سيدات كمان مش هتصدقي انقطع عندهم الخصوبة. يعني واحدة النهاردة سنها قطع الخصوبة، عدت 45 أو وصلت قرب 50 سنة وخصوبتها انقطعت، تخلي إن السيدة دي ممكن تخلف لو هي محتفظة بويضات قبل كده وهي سنها صغير. طب بيجي لك بنات صغيرة؟ طبعا في ناس بنات بقى، ما ده بقى اللي احنا بنقول عليه ايه، هو مين اللي بيلجأوا لحاجة زي كده. اولا بنت صغيرة او سيدة
مقدمة على إنها تخش عملية جراحية لاستئصال مثلا حاجة في المبيض نتيجة بعد الشر إن عندها أورام أو هتتعرض لإشعاع أو كيماوي. تخيلي بقى الحاجات دي بتدمر المبيض ده إزاي، وإحنا بتجيلنا السيدة أو الأنسة دي بعديها ما بنعرفش نساعدها لو هي خدت التدخل ده الأول. بدأ يبقى فيه وعي أكتر. إحنا عملنا بروتوكول تعاون عندنا في المنصورة مع قسم الأورام في جامعة المنصورة بحيث إن أي سيدة أو أنسة داخلة تعمل عمليات عندهم سواء استئصال حاجات أورام أو هتتعرض لإشعاع أو كيماوي يبعتوها لنا الأول نجمد لها البويضات، وبعد كده حضرتك روحي اعملي المانوفر بتاعك عشان لو اتأثر المبيض بتاعك ده وما استجابش بعد كده انا احتفظت بخصوبتك واقدر استخدمها بعد كده. طب وهل ده اختياري ولا خلاص هما بيبعتوها فلازم تعمل كده؟ لا، هو ممكن يكون هو مضطر يخش يعمل لها العملية دي دلوقتي. واحدة عندها أورام وهو طبعا رايح يعمل لها عملية عشان ينقذ حياتها. يعني البنت ليها حرية الرفض أو القبول؟ طبعا، بس لازم يبقى عندها وعي. فكرة وعي. يعني أنا دلوقتي هي بدأت تعي إن خلاص أنا ممكن أحافظ على خصوبتي، هي ممكن تكون ترفض أصلا إنها تتعالج من الأورام دي عشان خايفة على الخصوبة. لا، نقول لها لا، ده في حل تاني، إحنا نحافظ لك بيه على الخصوبة. واحدة تأخر سن الزواج عندها وطبعا حضرتك دلوقتي بما إن السيدات بدأوا يخشوا في كارير العمل شوية فبدأوا موضوع الزواج يتقدم العمر للسيدات وما بيبقوش لسه تزوجوا نتيجة انشغالهم في موضوع كارير العمل. بنقول لها لو انشغلتي وخايفة على خصوبتك تعالي نجمد لك البويضات. ادي واحدة تانية غير اللي هي بعد الشر عندها أورام. واحدة تالتة عندها حاجة اسمها فشل مبكر للمبيضين. في أنسات أو سيدات لسه عمرها صغير نيجي نعمل لها تحليل اسمه مخزون المبيض نلاقي المخزون بتاعها ده قليل جدا، وبالتالي السيدة دي تبقى فرصها في الخصوبة قليلة كل سنة عن التانية. كل ما انتظرت أكتر كل ما المخزون ده قل أكتر. لا، تعالي نلحقك ونعمل لك دلوقتي تجميد للبويضات من وانتي لسه المخزون منزلش قوي. واحدة داخلة تعمل عمليات جراحية مش لازم أورام بقى، بس عندها أكياس على المبيض مثلا وظيفية أو أكياس دموية أو أكياس فيها بعض الأورام زي الشعر أو السنان، دي بنسميها الدرمويد سيست عندنا. نقول لها طب لو لا قدر الله فقدت الخصوبة بتاعتك، لا تعالي نحتفظ لك بالبويضات بتاعت حضرتك. طيب حضرتك بتقول تحتفظ، هي تحتفظ بالبويضات، كم بويضة وبتتعمل على كم مرحلة؟ سؤال حلو مهم جدا. أولا أنا بقيم السيدة دي أو الأنسة دي إزاي؟ أنا بجيبها المركز عندي بعمل لها تحاليل هرمونية في تاني يوم الدورة، حاجة اسمها تحاليل الغدة النخامية، تحليل مخزون المبيض اللي لسه بقول لحضرتك اللي هيدينا انطباع. حسب عمرها ومخزونها هيديني انطباع السيدة دي أو الأنسة ممكن تطلع كم بويضة. كل ما كان مخزونها أحسن هتطلع بويضات أفضل، كل ما كان مخزونها أقل كل ما بويضاتها هتبقى أقل. أيوه. في العدد وفي الجودة. عشان كده في بعض منهم بنبتدي قبل ما ننشط وندي بروتوكولات العلاج نديهم بعض أدوية عشان تحسن جودة البويضات اللي هتطلع فيما بعد، غير بقى نظام غذائي معين تبقى ماشي عليه، غير نديها بعض الأدوية زي الفوليك أسيد حاجات مضادات للأكسدة، كل ده بيحسن فرصة إن أجيب منها بويضات كويسة عشان أحتفظ بالبويضة دي على حالتها، عشان لما أجي أفكها في المستقبل إن شاء الله لما أجي أفكها بعد كده ألاقيها بنفس الجودة. أنت عارفة أنا بشبه موضوع تجميد البويضات وإن إحنا نفكها في المستقبل ده زي ما حضرتك بتشاهدي فيلم كده على اللابتوب بتاع حضرتك وجيتي في نص الفيلم ورحتي عملتي ستوب وقمتي تمارسي عمل معين وهرجع أتفرج عليه بكرة تاني. بعده جيتي بقى بكرة بعده على الوضع اللي هي عملتي ستوب عليه رحتي عملتي بلاي فالفيلم كمل. هو تجميد البويضات كده. انا ممكن بالزبط. اسيبها بالعشرة 15 سنة. تشبيه لطيف يا دكتور، يعني بتقرب الصورة بتشبيه لطيف. يعني 10 15 سنة اجي بعديها افكها اكمل الاجراء بقى، بس بقى هيبقى هي تزوجت، هناخد الحيوان المنوي بتاع الزوج ونلقح ونعمل جنين بقى ونزرعه جوه الرحم وان شاء الله ربنا يكرمها فيه وتحمل باذن الله. وده فكرنا واملنا، يعني احنا كل فكرنا واملنا ان الناس اللي بيشاهدونا والناس المتاخره في الانجاب او اللي بتدور على الانجاب او الخصوبه ان ربنا يكرمهم بالحق. طيب هل في زوجه تكون حملت قبل كده عادي وتجمد بويضات؟ زوجة ممكن تعرضت بعد الحمل مثلا جت في الولادة وحصل لها نسف مثلا واضطروا يشيلوا مبيض.
وبالتالي مخزونها قل قوي. طيب زوجة النهاردة مخزونها جت عملته ولقيته حتى من غير اي تدخل بدأ ينزل قوي، يبقى تلجأ لتجميد البويضات. بعد الشر زوجة انفصلت وبتفكر في زواج مستقبلي وهي مش عارفة الزواج المستقبلي ده هيبقى امتى، تقول لي الحق واجمد بويضات من دلوقتي. يبقى كل ده بيحافظ على خصوبتها. عشان كده انا قلت لحضرتك في بداية الحلقة انا بقول هي عملية الامل للحفاظ على خصوبة السيدات. طب سؤال مهم جدا فهيجي هيدور في دماغ الناس، هي العملية دي صعبة ولا سهلة؟ هل هي مكلفة؟ طيب الموضوع مكلف ولا لا؟ هو سؤال حلو جدا لان الناس ممكن تكون قلقانه شويه منها، خصوصا الانسات. يعني الانسه بتبقى جايه قلقانه انها تخش تعمل عمليه. اولا الانسه اللي جايه لنا انا بطمنها ان العمليه سحب البويضات دي عند حضرتك هيتم عن طريق البطن هنا بدخله بابره رفيعه جدا، هي دخله واحده بنخش نسحب منها البويضات. يعني ببنج متخدره تحت تخدير مخدر عام، ما بياخدش العمل ده من 3 لـ5 دقائق. بعديها بربع ساعه هي بتستفيق تماما وبتروح تمارس حياتها عادي جدا. وبنقول لحضرتك ان احنا محافظين على العذريه بتاعتك، يعني احنا ما فيش اي تدخل الا عن طريق البطن ده لو حضرتك انسه. حضرتك سيده بقى وكنت متزوجه او منفصلة وجاية تعمليها، هنعملها عن طريق قناة المهبل برضو في مانوفر لا يتعدى الـ5 دقايق بإبرة رفيعة جدا بتخش على المهبل ببنج تحت تأثير تخدير. بس بيبقى فيها بقى برضو يعني التريكة الصغيرة بيبقى فيها فن في السحب. أنا ممكن كطبيب معالج أخش كل شوية عندي عدد من البويضات، كل شوية أخش أسحب واحدة وراجع تاني، أخش أسحب واحدة وراجع تاني، فكذا شكة دي هتبقى مؤلمة المريضة بعد كده. الفن بقى ان انا ممكن اخش من شكه واحده اسحب البويضات كلها من نفس الدخله، فالمريضه تشكت شكه واحده دخله واحده قامت بعديها ولا حست باي الم ولا اي حاجه، لدرجه بعض الناس ما بتديهاش مسكنات اصلا بعديها، بتستفيق وتروح بيتها تمارس حياتها عادي جدا، تمارس شغلها تروح شغلها تاني يوم عادي جدا ولا كانها عملت حاجه. هقول لك بقى دماغ في دماغ كده بتاعت ايه، لا وانا مش عرفني ما يلخبطوا حاجتي مع حاجه واحده تانية، لا مش عارفه ايه، عارف بقى الدماغ دي بنسمعها كل يوم في المراكز فعلا. انا في المجال ده بقى لي 18 سنه. طبيعي ان احنا في بداياتنا حتى كنا بنسمع الكلام ده كتير عشان ما كانش فيه وعي اكتر. بس اللي بنطمن بيه الناس ان كل واحده ليها باركود معين بحضانه معينه محفوظه باسمها هي لوحدها، محطوطه في مركز الاجنه الموجود عندنا لحد ما ربنا يكرم ونيجي نستخدمها فيما بعد. ويتم مراجعه الحاجه دي. يعني احنا عندنا في المعمل عندنا اكتر من 15 دكتور معمل اجنه، بيتم مراجعه الحاجه اكتر من مره. لان احنا مسؤولين قبل حضرتك قدام ربنا عن اي حاجه زي كده. طبعا بس دي دي عامله زي بصمه كده، انت عارفه حضرتك البصمه ما ينفعش البصمه بتاعت حضرتك تبقى بصمه حد تاني. فهي بطمن كل اللي بيشاهدونا ان لا دي حاجات بتبقى محفوظه جيدا جدا 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 ومتاخد فيها اجراءات دقيقه جدا فوق ما تتخيلوا، بباركود زي ما تكون حضرتك بصمه صوت كده ما بيطلعش الا لصوت حضرتك بس. طب برضو بنسال عن لما النور يقطع، لما مش عارفه ايه الحاجات دي بتبقى يعني خلاص ما فيهاش هزار يعني. طيب هنرجع نقول لحضرتك ان لا، لو حصل اي ديزاستر او اي كارثه في اي مكان النور قطع والحاجات دي، الحاجات دي لا جنريتورز لوحدها مفصوله تماما طول الوقت هي شغاله ما بتقطعش. يعني طول الوقت الحضانات شغاله ما بتقطعش. دي ليها يعني حاجه منفصله تماما وليها توصيلات لوحدها تماما. بحيث ان احنا نحافظ طول الوقت ان الحضانات دي جاهزه والحضانات دي مجهزه على اعلى مستوى تحتفظ بالحاجات دي للسيدات فيما بعد. طيب هل البويضات يعني هي بتحتفظ باكتر من بويضه بحيث تقدر تخلف مره واثنين وثلاثه على مدار سنين برضو؟ يعني هي لو مخزونها كويس انا ممكن احتفظ لها، انا ممكن في الانبوبه الواحده تشيل من 4 لـ5 بويضات وناخد واحده ممكن بس. لا ممكن حضرتك مثلا واحده طلعت 10 بويضات 15 بويضه، يبقى انا احتفظت لها مثلا على 3 انابيب. ممكن بعد كده لما اجي افكهم افك انبوبه واحده واسيب الاثنين التانيين احتياطي فيما بعد واستخدم دي الاول، يبقى انا كده من مره واحده السيده احتفظت بعدد بويضات كتير جدا. طيب اخيرا هل في نصائح عامه
لأي سيدة مقبلة على الموضوع ده؟ أولا أنا بوجه نصيحتي لكل السيدات والأنسات اللي بيشاهدونا دلوقتي. أول حاجة إن حضرتك لو لا قدر الله عندك أورام وداخلة تعملي عملية أورام، أو لو سن الزواج بتاعك تأخر شوية، أو خايفة على خصوبة حضرتك، أو عندك ضعف في المبيضين شديد نتيجة ضعف مخزون المبيض، ابتدي توجهي على طول لمركز الخصوبة وابتدي اسعي في موضوع تجميد البويضات. هتستفيدي جدا، كل ما عملتيه في سن صغير كل ما كان افضل وكل ما كان بويضاتك افضل. فخدي القرار من دلوقتي، يعني حضرتك بتشاهدينا دلوقتي وسمعانا، خدي القرار النهارده مش بكره. انا خلاص انا داخله عندي مشكله معينه، اخد القرار. اطمني مفيش مشاكل في العمليه دي، مضاعفاتها تكاد تكون معدومه، هي عمليه هتستفيقي منها على طول، بتحتفظ بخصوبتك لسنين وسنين من العمر، بتحافظ على فرصك في الإنجاب فيما بعد بإذن الله تعالى، والتقنيات عليت جدا، وبنطمنك إن دلوقتي بقت التقنيات أعلى بكتير بحيث إنها تحتفظ بكل حاجة بكفائتها زي ما جمدناها بالظبط. فتوجهي، كل ما كان سنك صغير كل ما كان أحسن لحضرتك، كل ما كان فرصك في الإنجاب أفضل، وما تخافيش وخدي القرار. شكرا جزيلا دكتور أحمد عاصم الملا، استشاري أول الحقن المجهري والمناظير النسائية بمركز رؤيا للخصوبة. حضرتك نورتنا يا دكتور، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.